الحلقة 32 في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير سورة الغاشية. من معاني الرئيسية للسورة؟ السورة بتتكلم على موضوعين ما فيش غيرهم: إصلاح القلب وعبادته بثلاث مشاهد، مشهد العذاب، مشهد النعيم، دليل البعث والنشور اللي هو خلق الكون. تاني موضوع، النجاة تكون بالدعوة إلى الله وتفويض أمر الكائدين إلى الله. طيب، مشهد العذاب، هل أتاك حديث الغاشية؟ هل علمت خبر القيامة والنار اللذان سمي بالغاشية لأنهما يغشيان الناس بشدائدهما؟ وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة يعني باكية ذليلة. ليه باكية ذليلة؟ لأنها كانت تسخر في الدنيا، تقول تعالى صلي يقعد يهزر. عاملة ناصبة، عاملة يعني تعمل أشغالا شاقة. فعندنا في الحياة القاضي يا إما يدي سجن، يا إما سجن مع الأشغال الشاقة. في النار كله هيخش أشغال شاقة. طيب زي إيه الأعمال الشاقة اللي بيعملها أهل النار؟ جر السلاسل وصعودهم وهبوطهم، الوديان والوهاد والجبال، كقوله تعالى سأرهقه صعودا، وقوله تعالى لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. طب لا، وهي بتعمل الأعمال دي هل بتستريح كل شوية؟ لا، ممنوع الراحة، عاملة ناصبة. طب وهي عاملة وناصبة مش ممكن يجي لها شوية مية شوية حاجة؟ لا، تصلى نارا حامية، عمالة تتحرق وهي شغالة، وهي تعمل بتتحرق. قال لها ليه كده؟ لأن هم ما تقول له قم صلي يقعد يكسل، واللي يكسل في الدنيا يتعب في الآخرة. طيب، تسقى من عين آنية، تسقى تسقيها ملائكة العذاب، تسقي ملائكة العذاب هذه الوجوه العصية من ماء عين قد بلغت حرارتها أشد ما يكون من الحرارة، فيكونون بين نار حامية في الخارج وحميم يشوي الوجوه المحترقة، يعني وشهم بتحرق والحميم عمال يشوي كمان، ومن الداخل تصهر منه البطون. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لهؤلاء الكفار في وقت معين أو للنوعية دي معينة، ليس لهم طعام يأكلونه إلا من ضريع، وهو شوك يقتل الإبل من شدة ألمه. طب بعد ما يأكلوه لا يسمن آكليه ولا يسد رمق جوعهم، لا يسمن ولا يغني من جوع. طب ليه كده؟ لان هم ساعه ما يجي الصلاه يقول لك انا عندي لقمه عيش، اسيب شغل عشان اصلي. طيب انت اكلت في الدنيا بقى، كل في الاخره. اللي يسيب الصلاه عشان اكل لقمه العيش هياكل في الاكل الضريع، وهياكل ويشرب الحميم. يبقى المشهد الثاني اصلاح القلب باستعراض مشهد النعيم لمن بكى من خشية الله وتعب واجتهد في العبادة وأكل حلال. وجوه يومئذ ناعمة، أي ظهر عليها الحسن والبهاء الذي يكون من أثر النعيم. ليه ظهر عليها الحسن والبهاء؟ لسعيها راضية، لأنها رضيت عن عملها في جنة عالية، قاعدة في جنة عالية شافت ثواب عملها فرضت عنه. لا تسمع فيها لاغية، يبقى الإنسان اللي كان بيبكي من خشية الله وكان مهتم وما بيسخرش من الطاعة، الراجل دوت وجهه ناعم وراضي عن سعيه وفرحان ومسرور، غير التاني اللي شاف الذنب وشاف العذاب فقلبه وشه خاشع عمال يعيط ويبكي. لا تسمع فيها لاغية، أهل الجنة ما بيشتغلوش، أهل النار بس اللي يشتغلوا. لا تسمع أذن ولا باطل يحزنهم، ولا حد يكلفهم بعمل. التانيين عاملة ناصبة، فيها عين جارية
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، فيها عين جارية يعني لا انقطاع لها، لا ينزلون فيشربون منها، بل وهم على سررهم المرفوعة التي يشاهدون منها كل نعيم وكل ملك، يجدون بجوارهم أكواب، وهو إناء لا أذن له، موضوعة فيها المية، غير التنين يسقون من عين آنية بتشوي الوجوه. طيب عاوزين مش عاوزين يقعدوا على السرير وعاوزين ينزلوا الممالك بتاعتهم، هم بيمشوا في الممالك بتاعتهم، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، أي تركوا الأسرة، وإذا تركوا الأسرة وصاروا في ممالكهم يجدون النمارق اللي هي الوسائد المساند اللي بيتسند عليها مصفوفة فوق كل مكان، والزرابي أي البسط الشلت اللي بيتقعد عليها مبثوثة أي مفروشة وموجودة في كل مكان، فيجلسون ويأكلون ما شاءوا ويستمتعون بما شاءوا. المشهد الثالث مشهد استعراض دليل البعث والنشور، وهو خلق الكون. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أي هؤلاء المنكرون للبعث والحساب، ألا ينظرون إلى الإبل التي هي مركوبهم الأول وما فيها من العجائب، فيعلمون أن الذي خلق الإبل قادر على أن يخلقهم ويحاسبهم مرة أخرى. وإلى السماء كيف رفعت، وألا ينظر إلى الأعاجيب في السماء كيف رفعت كواكبها ونجومها ومجراتها مع ثقلهم بدون عمد ولا قطور ولا تشقق على تطاول الزمن، وأمسى كل منها في مداره إمساكا لا يختل سيره ولا يفسد نظامه. وإلى الجبال كيف نصبت، طب ألا ينظرون إلى الجبال، فالجبال كالوتد ما تحت الأرض منها أكبر من فوقها حفظا للأرض من الميادين والاهتزاز، وكبيرة جدا لا يستطيع أحد خلق مثلها، ومأوى وحصن في كهوفها، من دخلها لا يستطيع أحد أن يقبض عليه حتى اللحظة اللي احنا فيها دي مع التكنولوجيا الكبيرة جدا، لحد الوقت طلبان جوا الجبال ومحدش عارف يطلعهم. أربعة تجمع الأمطار والمراعي في سهلها. وإلى الأرض كيف سطحت، كائن هائل مسهل للعيش الناس كيف بسطت ومدت ومهدت. يبقى ربنا بيستعرض خلق السماوات والأرض الذي هو أكبر من خلق الناس. المشهد الرابع النجاة تكون بالدعوة إلى الله وتفويض أمر الكائدين إليه، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ذكر مرات ومرات لأنه ليس لك وظيفة إلا ذلك، إنما أنت مذكر وظيفتك تقعد تذكر وتذكر وتذكر، ولا تملك عليهم أي سيطرة، لست عليهم بمسيطر، إنما هدايتهم بيد الله، عليك التذكير ولست عليهم بمسيطر ولا هادي، بل أنت مذكر فقط. إلا من تولى وكفر، إلا هنا معنى لكن، لكن من تولى وكفر فاتركه، لأن لسببين، لأن ربنا يعذب العذاب الأكبر لسببين. أول سبب سيرجع إلينا لا مرجع له إلا نحن، إنا إلينا إيابهم. السبب الثاني إن إحنا هنحاسبه على كل صغار وكبير، فاترك أمره إلينا ووكل أمره إلينا. ده الواجب على الداعي، أن يذكر ويذكر ويذكر ولا ينتظر نتائج، لأن النتائج بيد الله، ويترك كيد الكائدين لأن حسابهم عند الله وعذابهم عند الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله.